ثانيا مباراة الديربي القصيم التي أيضا كانت أكثر تحفظا كما تبدو كثير من الديربيات، على عكس طبعا مباراة الأمس بين النصر والهلال. اليوم ديربي القصيم انتهى بهدف وحيد كان للرائد. غالبا ما تطيح مباريات الديربي بالمدربين، وفي الواقع انه ايضا اللاعبين عليهم مسؤوليه. بسم الله الرحمن الرحيم، بدا اللقاء. ضربه البدايه تاتي لصالح فريق الرائد، ومع الكره الطويله المتجهه لهجوم الرائد ممكن يلعب للرائد اليوم احمد الكسار، حمد صقور، ابراهيم مدخلي، احمد كعبي، عبد السلام عامر، و فواز فلاتة، ديبا لونجا، احمد الخير، لويس ديباردو، وليد الجزاني، عصام الراقي. رمية جانبية تعود للرائد. طبعا انا اعرف الحساسية في جمهور الرائد والتعاون ان يتحدث المعلق، وكرة كانت خطرة. احمد القحطاني، احمد القحطاني على يساره، ملعوبة لبوغاش، بوغاش يحاول، فرصة لبوغاش، يلعبها جميلة، برافو، حلوة منك يا كسر. على التنفيذ لاجينيا، عرضية راسية حلوة، ومرة أخرى تعود راسية من المرمى، راسيات متبادلة إلى اليسار، تسديدة، يا عيني عليك، والله برافو 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 يا كسر. أربعة من التعاون، فرصة لصالح الرائد الآن، مرة أخرى تباطأ في التهيئة وتسديدة قوية، برافو برافو. الخليان يصدها، مقطوعة لكعبي، كعبي على اليسار، انطلاقة وتسديدة من بعيد، برافو، حلوة 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 حلوة. ماجد هزازي يهيئها لليمين، عرضية جميلة جدا، و جول جول ديبا لونجا يسجل في الدقائق الأخيرة. ستلعب باتجاه المرمى مرة أخرى، محاولة تأتي آخر الدقائق وآخر الثواني، مقطوعة لصالح الرائد. الدقائق الأربع انتهت، والصافرة في الطريق لتعلن فوز الرائد بهدف للا شيء. ألف مبروك للرائد، حظا أوفرا وباسما للتعاون. ألف مبروك للرائد، حظا أوفر للتعاون. بالتأكيد اليوم الأنصار التعاون يقدمون أيضا التهاني بهذا الفوز. سنتابع الآن بعد نهاية المباراة أيضا ردة الفعل أيضا من الرئيسين. والله شيء الحمد لله، يعني كانت مباراة صعبة يعني على الفريقين، لأن يعني متقربة مستويات، قرب النقاط، لكن الحمد لله نقول مبروك لنادي الرائد، هارد لك نادي التعاون، وما مشكلة. يمكن احنا نبغى ثلاث نقاط مهمة، إن ما سجلت الحين إن شاء الله المباراة الجاية أسجل، وهارد لك نادي التعاون ومبروك لنادي التعاون. الله يبارك فيك أول شيء، وأقول فريق التعاون هارد لك، وأنت عارف يعني مباراة الديربي ضغوط، ويعني يمكن الشيء الغريب في المباراه هذه ما كان عندها مدير فريق، معتادين على مدير فريق في كل ديربي، وصعب انك تجهز اللاعبين من تحت ضغوط لكن الحمد لله. يمكن شفت الشوط الاول مسكنا بدايته ثم تراخينا في الشوط بنهايه الشوط الاول، والشوط الثاني الحمد لله يعني يمكن سيدنا على والله الحمد لله، ترجعنا احنا شوي الشوط الثاني، ضيعنا فرص بس ما قدر الله ما شاء فعل، يعني اثبت هذه الكوره ان شاء الله في فتره توقف الحين ان شاء الله 12 يوم يكون الفريق احسن المباراه الجايه باذن الله ان شاء الله. اول شيء الحمد لله على كل حال، اليوم فعلا احنا مبارك اول شيء في الشقيق النادي الرائد الفوز. اقول للشباب هارد لك، يعني هي افضل مباراه لعبناها، ما كنا نستحق صراحه الخساره، ولكن هي للمره الثالثه على التوالي نخسر من نفس الخصم، هو عارف نفسه مين، واعتقد انه الى هنا يكفي يعني الان تسع نقاط كثيره كثير يعني. سبق من ولا الشخص؟ هو عارف نفسه، انا سبق كلمت رئيسه وفهمت الوضع يعني. احد في الرائد مثلا؟ هو عارف نفسه، ثلاث مباريات ما له دخل فيها الرائد، الخصم واحد كان واحنا خسرنا منه.
ولا في مباراة من الثلاثة اللي فاتوا خسرنا من الفريق المنافس، خسرنا من نفس الخصم. والله بسم الله الرحمن الرحيم، أولا الحمد لله على كل حال، مبروك للرايد وأحبابه وأعضاء شرفه وجماهيره، وهارد لك النادي التعاون. الحقيقة المباراة كانت يعني تعرف يعني مباراة الديربي ما تخضع المستويات، ما تخضع المقاييس أبدا. الرايد كان مسيطر أول لين يمكن تقريبا دقيقة 20 أو 22، بعد ما تعور عصام الراقي وخرج تغير اللعب صراحة، مسكوا اللعب كل الشوط، ال 25 الأخيرة من الشوط الأول كانت تعاونية بالكامل. الحمد لله عمل تغيير كويس المدرب بأول خمس دقائق وتغير اللعب. شفت الشوط الثاني كان كله يعني للرايد، والحمد لله يعني نقول مبروك، وحنا عندنا أهم شيء ثلاث نقاط، وإن شاء الله أن نمشي ونكمل المشوار بشكل سريع ومباشر. اليوم فهد المطوع يقول للجمهور، يقول للإعلام، يقول كل من يتابع كرة القدم في السعودية، هذا هو العمل اللي يكون فيه استقرار على الصعيد الفني، على الصعيد الإداري، على صعيد اللاعبين الأجانب، على صعيد عدم التفريط في اللاعب اللي يكون ناجح معك؟ والله شوف، حنا نحاول قدر المستطاع أننا ما نفرط في اللعيبة اللي يعني يكونون يعملون فرق معانا. السنة الماضية يعني عبد المجيد الرويلي يعني راح وما فرطنا في اللعب، اللاعب يعني هذا حقه، وتعرف يعني لما تدخل فترة الستة شهور لك الحق أنك تنتقل لأي نادي بدون ما ترجع لفريقك. جاء عرض أفضل من عرضنا، والله يوفقه ويرزقه إن شاء الله. يحيى المسلم كان حيكون نفس الشيء، يعني كان حيدخل الستة شهور، فقلنا يعني نستفيد منه، لأن ما استفدنا شيء من عبد المجيد. وحاولنا قدر المستطاع أن نبقى على نفس اللاعبين، نفس المدرب، الفريق كويس، الفريق في التصاعد، نبغى بس من الجماهير أنهم يعازرون الفريق.